ما شاء الله في سن صغير قدرت تحقق بطولات ما فيش حد في مصر حققها. انت راجل لاعب 506 مباراة مع النادي الاهلي في المركز الثامن اكتر لاعب في العالم حقق بطولات مع انديته، نتكلم في المركز الثامن. داني الفيس طبعا هو صاحب المركز الاول، لكن يا كابتن حسام هل ده عمال يعدي ده مش عارف الحقيقه ان شاء الله. ما احنا اتفقنا يا كابتن ما فيش يا كابتن مش عمال ياخد في بطولات ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله تعدي يا كابتن ان شاء الله. ما احنا مش هنتنازل عن ان انت تعدي تبقى رقم واحد عشان تكون لاعب النادي الاهلي، وكابتن النادي الاهلي هو رقم واحد حصولا على البطولات في العالم. فهل ده كابتن بطولات